أولا أميغوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جئتكم بصيد ثمين. عندنا هنا الآيفون 7 الجولد والسيلفر الذهبي والفضي كما تلاحظون. إذا لاحظتم الفرق فأخبروني ماذا تلاحظون. هل تلاحظون شيئا هنا؟ المهم، واحد من هذه الايفونات هو حقيقي والاخر هو مزور او مغشوش او منحول. Alright, so لنرى ايهما منحولا. هل ترون الفرق؟ كاميرا، انظروا إلى الكتابة هنا. المهم، بعد الملاحظة هنا نلاحظ بأن هذه الهواتف كل هذين الهاتفين متطابقين تماما، لكن في الحقيقة هما ليسا متطابقين، بل أحدهما مزور والآخر حقيقي. فالهاتف المزور هو هذا، فلنذهب لنرى ما الذي يميزه عن الآخر. أهم شيء يمكنكم أن تلاحظوا هنا، لو لاحظتم الكتابة، كتابة الآيفون، تجد أن هذه كأنها غليظة بعض الشيء، سميكة، وهذه هي مكتوبة بخط رقيق. ثم تلاحظون أن الكتابة في هذا الآيفون السيلفر طويلة شيئا ما، يعني مسافتها أطول، أقصد مسافتها أقصر، بينما الكتابة هنا تأخذ خطين طويلين بعض الشيء. الأمر الثاني هو عندما ندخل إلى السوفتوير، هنا عندما ندخل للسوفتوير تجد بأن لنذهب مثلا إلى settings، ففي settings ترون كما ترون آيفون إيربلين مود، واي فاي، بلوتوث، موبايل داتا، وعندهم هنا سيلولر، بيرسونال هات سبوت غير موجودة هنا، ان كارير هي اصلا هي السيلولر. كما نلاحظ خطأ في الكتابة هنا، كنترول سنتر، عندنا هنا كنترول سنتر، كما تلاحظون ان الار، اي هنا، سنتر اي ار، وهنا مكتوبة ب ار اي، الحرفان معكوسان، لعل هذه بالفرنسية. Do not disturb, everything is looks the same. General wallpaper. الغريب انك عندما تضغط على الايفون المزور تذهب الى الاي كلاود، فتجد نفس المعطيات. اي كلاود تعطيك الامكانيه لتدخل معلوماتك هنا، بينما الاي كلاود هنا عندك نفس الامر. يا لنذهب الى الخلف، هذه هذا الزر، الهوم باتن، هو يستجيب لللمس، وعندما تلمسه تشعر بفايبريشن، وكذلك بالنسبة لهذا. لكن الضغط هنا عندما تضغط تشعر بالفايبريشن، أما هذا فقط بمجرد لمس تشعر بالفايبريشن. أوكي، كان هذا أعتقد كل شيء بالنسبة لهذا الآيفون فيك المزور.
فكان هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو. لا أظن أن هناك شيء آخر، حتى أن أمر آخر هو بالنسبة لجودة هذا المواد المستعملة هنا، تبدو بأنها رخيصة جدا بالمقارنة مع جودة الآيفون الأصلي. والأمر الأخير الذي سوف ألمح له هو طريقة فتح الشاشة في هذا الآيفون. عندنا برغيان هنا في الأسفل، سوف أقوم بفتحه لأريكم كيف يبدو من الداخل. دعنا ننزع بطاقة السم من الهاتف. Here you go. كما ترون في الآيفون جميع المحتويات توجد هنا، وعندما نرفع الشاشة نرفعها لوحدها. أما في هذا الهاتف فإنه يبدو مثل البلو فونز أو سكاي فونز، التشاينيز المادز التي تصنع في الصين، تصنع بهذه الطريقة، وهي طريقة جد رخيصة. فأرجو الهدف من هذا الفيديو هو أن لا يخدع أحدكم بشراء آيفون ويظن بأنه أصلي بينما هو مغشوش. كما ترون عندما أسحب هذه الشاشة قد تخدعون فيه. كما ترون كل شيء يبدو كما لو كان حقيقيا. جودة الصورة هنا أجود بينما هنا تبدو كأنها دارك. ثم أمر آخر، عندما تشبكون هذا الهاتف إلى الكمبيوتر هو يظهر وكأنه أندرويد وليس آيفون. فأرجو أن لا يخدع أحدكم بشراء هذا الهاتف على أساس أنه هاتف أصلي، لأنه هاتف مغشوش. كان هذا كل شيء. ركزوا فقط على الكتابة هنا، كتاب مكتوب بخط رقيق بينما في الآيفون مكتوب بخط سميك وقصير بعض الشيء، قصير في الحجم في الطول. أرجو أن تستفيدوا من هذا الفيديو، وأرجو ألا تخدعوا في شراء الآيفون المزور. وأراكم في حلقة جديدة. كان معكم الأخ علي، المرجو الإعجاب بالفيديوهات ثم أتركوا تعليقاتكم في الأسفل، وأرجو أن تشتركوا في القناة سبسكرايب ليصلكم الجديد، والسلام عليكم.